يعطيه واحد المذاق زائد. ولا ما كانش ممكن خل ابيض عادي، الو ولا كنسدو هذا الشيء وغادي نطحنوه. جي زوينه ولذيذه وغزاله هاد لاكريم، كنتمنى انكم تجربوها. الوغ الا ما كانش عندنا الكوك طري ما لقيناش ولا ما كانش ممكن، كنستعملوا الكوك عادي بحال هذا الكوك اللي تنديرو في سميتو في الحلوه اللي كنصوبو به لي غاتو داكشي، حتى هو كيمكننا نستعملو كوك عادي بحال هذا، غير هو يكون كاليتي مزيانه. خلاص كنعوضو به الكوك تري، ولكن بالكوك تري كيجي غزال ولذيذ ما نعاودش ليكم. الو ولا كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. كنقول لكم الى هنا في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو لاحق ووصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.